Your Majesty, President Sisi, Secretary General. صاحب الجلالة، أصحاب الفخامة، أصحاب السعادة، أود أن أشكر في البداية جلالة الملك عبد الله الثاني على هذه الاستضافة الكريمة، وبعد وأن أهنئكم أيضا على اليوبيل الفضي وعلى هذه المناسبة الوطنية، فتهنئ جلالتكم. وأود أيضا أن نشكر أيضا فخامة الرئيس المصري السيسي وأيضا الأمين العام على هذه الاستضافة وهذا المؤتمر. إن هذا المؤتمر لم يأتي فقط في الوقت المحدد، ليس فقط لأجل التحدث عن غزة، فأن الأردن ومصر دولتان يتمتعان بالسلام والأمان في هذه المنطقة رغم تفاقم الأوضاع في غزة والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن وسلامة وحالة هذه الدول أيضا. فعندما يطلب منا أن نقوم بدعم وتوفير دعم إنساني وأن نقوم بعملية التنسيق لذلك بشكل كبير، يجب علينا أن نفكر بذلك. قبرص موجودة في هذا المؤتمر اليوم وفي هذه المنطقة لتحمل مسؤولياتها كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ودولة قريبة ودولة صديقة في المنطقة. نحن نتحمل هذه المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لنواجه هذه المأساة. هكذا يجب علينا أن نعمل وأن يكون هناك تنسيقا وتوفير للدعم الإنساني بشكل مباشر في غزة، وأن نوفر ممرا آمنا، وهذا طبعا يندرج تحت المسؤولية والتي يجب أن تطبق وتنفذ في أرض الواقع بأي طريقة التي يمكن أن تساعدنا في الحد من مأساة الأشخاص والسكان في غزة. توفير هذه الممرات عبر نقطة مصر الحدودية مع رفح، وأيضا ضمن الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية برا وجوا، وأيضا يجب أن يكون هذا الدعم الإنساني دعما مباشرا وميسرا للوصول إلى الشعب في غزة. وأيضا أود أن أعبر عن شكري للشركاء في المنطقة وأصحاب المصلحة، وأيضا أن أشكر مساهمات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأيضا دولة الإمارات وهذا الدور المهم الذي تقوم به من خلال علاقاتنا مع شركائنا وأن نعمل بشكل فعال ومؤثر. أود أيضا أن أستهل هذه الفرصة لأشكر شخصيا طبعا الممثل الأممي، ومن خلال هذا الدعم ومن خلال تطبيق قانون أو اتفاقية الأمم المتحدة 2027، فإن قبرص أيضا ساعدت أيضا في عملية المراقبة ومن خلال قبرص وإيصال هذه المساعدات. وأنا أدعو أيضا كافة الشركاء وكافة الدول هنا أن تدعم هذه العملية والآلية. أيها الأصدقاء، أود أن أشكر جلالة الملك عبد الله وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هذه الجهود، وعلينا أن نتحمل مسؤولياتنا أيضا، وحتى مهما كانت الأوضاع الاقتصادية لدولنا فإن الوضع في غزة هو مأساوي، ويجب علينا أن نأخذ هذه الخطوات الجريئة وأن نقدم الدعم الإنساني والمالي وأن يكون هناك ممرا آمنا وأن نقوم بدعم أيضا المنظمات الأممية التي تعمل في الأرض أو على الأرض طبعا، وهذه هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى دعم إنساني، وأيضا أن نتأكد من تطبيق قرارات الأمم المتحدة للوصول إلى حل مستدام. لا توجد لدينا أي خيارات، ولكن يجب علينا أن يكون هناك خلق للفرص لإحلال السلام. شكرا جزيلا.